انا يا ولاد والله ده اليوم يا محرز اللي اشوفك فيه راجل ومال وهدوم، وهتنزل اسكندريه كده واسمك يتكتب في الجرانين. مدار اديله باليد الشوله هيقع في الجوله الاولى. اي سلام اماني، واوصيك والزمن يوصيك، تو ما تطب اسكندريه تقرا لي الفاتحه سيد المرسي ابو العباس وسيد الاباصير. وعدنا يا رب وعدنا، وبقرا لي الفاتحه هناك. بيقولوا من اسكندريه واسعه جد، خد بالك من نفسك يا محروس، اوعى تطوح فيها. ياما ما انا ما تطنط وما اقراش حاجه، هيحصل لي ايه يعني لما اروح اسكندريه؟ انسى الصلاة يا محروق، خليك ماسك على ايمانك يا اخوي. ايه خلي العادات اللي انت اتعودت عليها ماشي عليها على طول. ما تخافيش عليا يا امه، حصل لي الوقت بوقته، مش هيسيبني فرض، وفي وقت الفاضي مش هسيب سيدي المرسى ابو العباس وسيدي العباصيري وسيدي ابو الدردار وسيدي ريش. ما ده يا سيدي المرسى ابو العباس هو محروس ده لسه عايل ولا نونه؟ ده كبير قوي، ده بطل الجمهوريه مش كده؟ ولا الوجه البحري في الوزن الثقيل، وان شاء الله هيبقى البطل في خفيف وصغنون بالصلاه على النبي. يا رب. مال انا سلامه مجوره اللي بيفهم في كل حاجه، في الملاكمه والمصارعه والجودو والسباحه والكرشينه، في كله في كله. خلاص الطلاب الثلاثه انت هتبقى مبخره كفر الحنادوي. مبخره ايه؟ اسمها مبخره كفر الحنادوي. مبخره اللي بيبخروا بيها العيانين والمحتاجين والناس الغلابه. دعواتك ياما. ينجيك يا ابني وينصرك على مين يعاديك يا رب. روح الى ترجع لنا مجبور الخاطر وربنا مطول في رقبتك كده. هو ده اللي احنا عايزينه، الموت الزقام او الموت الزكام. يا كل ربنا إيه؟ بيعود لنا شكام الله ولا فال، ما تقول حاجة حلوة. ما ولا احنا داخلين حرب. حرب؟ ايوه ياما احنا داخلين حرب، والاسكندرية لما حيشوفوني في الحلبة هيهربوا، والصعيدة حيحط ديلهم في سنانهم ويهربوا. محروس احنا رايحين هننزل في احسن اللوكندات وحد اتكل على الله. يلا خش يا اخويا. سلام عليكم. سلام كله يا كابتن، انا اول مره اشوف كميه العربات دي، اول مره اطلع فيها من بلدنا. ما تخافش يا محروس، وانت لسه شفت حاجه؟ اسكندريه كده؟ كل اسكندريه؟ اسكت يا كابتن، امال لو نزلت مصر وشفت ميدان رمسيس هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا اول مره نزلت فيها مصر وشفت ميدان المحطه وميدان رمسيس نهقت زي حمار ابويا العمده. طب ونهقت ليه يا جحش ابويا العمده؟ ما انتجعش ابويا العمده. باللي شفته ما قدرتش امسك نفسي، فتحت بقي وفضلت فاتحه كده اهو. وقعدت كتير كده فاتح بقك؟
لحد ما جه واحد وحط ايده على بقي. طلبته؟ انك ما تشوف الا النور، مسكته. ده انا عارف ان ديك طرش نزلت فيه ضرب لما عدمت العاف. انت ده انت مجرم. ده انا عملت فيه عماين، ورمت له رجله دي اخر ورمان. من ايه؟ من اللف في مصر انا وهو. من الاتحاد الرياضي. باسم مين يا فندم؟ باسم انا وباسم الكابتن. مين الكابتن ومين حضرتك؟ يا كابتن مجهور. الحكايه هتبتدي بالكذب ولا ايه؟ ليه؟ انت مش قلت اول ما نوصل اسكندريه الناس هتهبل عليك تقول محروس جه محروس جه؟ على الطلاق بالثلاثه كلهم معروفين وانت معروف هنا زي الشمس، بس الناس دي لا بتقرا التلفزيون ولا بتسمع اذاعه ولا بتشوف جرايد. انا هوريك. انت مش عارفنا يا كابتن انت هو؟ لا ما اعرفكش. انا الكابتن سلامه مجهوره مدرب كفر الهندوه. اهلا وسهلا. يبقى حضرتك كابتن محروس بطل وجه البحر وزن الريشه. الله، لا لما انتوا عارفيننا بتستهبلهم. اصحوا، احنا ناس ناكل الزلط. العفو يا فندم. انت علم من اعلام الرياضه. روح حط المفاتيح امشي. علم اللي قالها ديت شتيمه يعني؟ يعني علم برفرف ولا علم يعني بشتغل ايه؟ علم يعني مشهور معروف. يلا فهموا انك انت مثقف. يلا يلا. ازاي؟ بالفهلاوه. كابتن محروس 905. كابتن مجوره 904. ماشي. والله حروس. ايه ده؟ ايه ده؟ ممنوع ممنوع يا سيد ارجوك. ممنوع الزباله دي، ممنوع تطلع لوك. هنبتدي بايه في الادب؟ اما تخلي كلامك حلو النهار. دي زباله تجيب امراض. دي تبقى فاضي تعيش على قلبك يا جدعان. ايه الحاجات اللي بتكلفها شيء وشويه؟ لازم تتحرق. الله الله اسمك ايه؟ محروس. عاشت الاسامي، سايح ولا مصري؟ ما
مصري من كفر الهلاد وغربية. ياي تجنن فيري نايس. احسن برضو. رجلي امي برضو كانت بتقول كده. بتشتغل ايه؟ يخرب بيتك يا مجوره، شوف الراجل ده قال لي انني مشهور في اسكندريه. بتشتغل رقص؟ رقص ساعه. دمك خفيف موت. ده انت اللي حلوه. انا شوشو راقصه مصر الاولى، واني محروس بطل كفر الهلبوة والوجه البحري كله في الملاكمه. ملاكمه؟ انا احب الملاكمه واموت في الرياضه، موت موت موت، واللي بيلعبوا رياضه. واني برضو بموت في الواحده ونص. كده انا بقى هسيب الواحده واركز على النص. يا ست انا شوشو. اسمك ايه؟ شوشو. واسم الدلع شوشو. يخرب بيتك يا بجوري. اهلا اخويا. اللي انت عملته تحت ده محروس غلط. انا ما عملتش حاجه غلط. لا انا شايف كل حاجه، بس حاسب دلوقتي. سيبك من التمرين دلوقتي وخد النصيحه. غلط اللي انت عملته تحت ده. ما عملتش حاجه غلط. لا ما تستعبطش عليا. انا عايز افهمك بقى على حاجه بقى. اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. انا اكبر منك بكام يوم؟ طيب يبقى اعرف عنك بكستير، مش كده؟ الستات هنا في اسكندريه خطر يا ابني. اي واحده تضحك لك ما تضحكلهاش، كشر لها. فهمني؟ اللي تعزمك على فنجان شاي اوعى اوعى. بص بيحطوا حاجات صفرة في كوبايه والصواطير شغاله. فهمني؟ فاهم؟ انت ما ترد. بس قول يا كابتن، هم الستات في اسكندريه حلوين؟ هم حلوين بس دول حاجه مهلبيه. يعني ايه؟ يعني اللي انا بقوله لك تسمعه وخلاص. مبالكش دعوه بالستات ولا تبص للستات. خدني انا يا اخي حدوه ليك يا اخي. اخدك ايه؟ حدوه ليك. انت شفتني بصيت لست؟ خلاص انا متعقد منهم، ما بحبهمش. هم مين دول؟ الستات. ده انت حاقد عليهم قوي. خش خش نام لك شويه عشان نروح نلحق نوصل الاتحاد نقول لهم ان احنا وصلنا. هم ما يعرفوش ان الفلاحين وصلوا؟ لا لسه. لا لازم يشوفونا، ولما يشوفونا يعرفونا يقولوا الفلاحين. انا ان 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 الفلاحين. انا ان ان اي. اتأخرت ليه؟ معلش على ما نيمته. الواد ده باين عليه ظريف قوي. والنبي ياي فانتاستيك. لو النبي ابوس ايدك. الا الواد ده النبي ابوس ايدك. ما شاء الله. فاكره القلم اللي اديتهوني؟ ايد نعمه يا جدع، مش زي ايدين المخبرين. انا زعلانه منه. ليه؟ عشان شفتني وما سلمتش عليا. لا دي سياسه سياسه. اصل الواد ده لسه خام، لسه جاي من حضن امه النهارده. انا احب الخام. يا نهار اسود. ابوس ايدك ابوس ايدك. خليكي في ماجوره وبلاش هو. يسم وايه اللي عامل فيك كده؟ هم هو في غيرهم؟ الستات. انت لسه بتعاكس ال ده. انا بموت في الحريم. يا سلام، اصل كل بتضرب من رجاله نفسي اتضرب من الحريم. صوت النبي احسن. يا انسه يا انسه النبي عايزينك تنام بالطقان. حاضر. ربنا يخليك. شكرين قوي. بصحة الكابتن سوسو. بصحة المرشال شوشو. ابعد. ليه؟ انت مش فانتاستيك. نهار اسود. تعالوا النبي. اتفضل. يا عدوي. اوعى تقرب للستات. بكرههم. لا لو شفتني بقى بشرب حاجه اصفاره كده حطوا لي شاي، دي حاجه اصفاره مش كده؟ يا بصراصه بتاع النسوان. ما تفهمش غلط بقى محروس بقى. فعلا انت فاهمنا غلط. احنا مش بنشرب حاجه اصفاره. دي ميه شعير. قولي له النبي. ده اكل بهايم يعني؟ بهايم ايه؟ احنا بس اللي بنحب ندلعها ونسميها بيره. وايه؟ بيره.
مش دعوه. حتى دوق كده دوق. هو انا بهيم؟ انت فاكرنا ايه بتوع البدر انت؟ احنا اللي فهمها وهي طايره، بس احنا موقفينها عشان ما نعادش المساء. بقول لك ايه، تعال انا مستنياك ما تتاخرش. ها تعال، باي باي. ايه ده يا ابني انت؟ ايه في بقك؟ ايه في ايه؟ احنا مش اتفقنا قلنا ايه؟ ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ مفيش ستات ومفيش بتاع عصفارة وشكلات. مش كده؟ اه. يلا بقى عشان عندنا تمرين بكره. يلا سباق. يلا على الاسباق. اه روح. جاي وراك اهو. انا عاوز البطولة دي تنجح. البطولة دي عايزها تنجح. ان شاء الله يا باشا. طب ان شاء الله كده البطولة دي فيها بطل الوجه القبلي وبطل الوجه البحري وبطل اسكندرية. وانتوا اللي قدامي مسؤولين عن النظام. ماشي. فاهمين؟ نظام. اتفضلوا. اهلا. اتفضل يا كابتن حفني. اهلا اهلا. ازيك يا سلام؟ الحمد لله يا كابتن. مبسوط منك قوي قوي يا سلام. ربنا يخليك يا كابتن، ده احنا عيالك الصغيرين يا كابتن. هو ماله هجم عليك كده ليه؟ شو هو بيحيي كده؟ الحياة بتاعته كده. أهنيك، هتبقى بطل الجمهورية. اللاعب قوة، بساطة، تفكير، صبر، قوة احتمال، مناعة، والصفات دي كلها موجودة عند الفلاحين. الفلاحين هم حلوية وعزم وهمة، الفلاحين هم حلوية وعزم وهمة. كابتن محمد وشهرته حمادة الأسمر، بطل اسكندرية. كابتن محروس بطل وجه بحري. إن شاء الله هتتقابلوا في المباراة الجاية وعايزها مباراة سخنة. هو أنت محروس هنداوي؟ يا سلام، ده انا كان نفسي اقابلك من زمان قوي. وحضرتك تبقى مين؟ الله الله الله، خليك حلو معايا عشان انا بحب الحلوين. انا اسمي محمد الاسمر، وبيدلعوني يقولوا لي يا حماده. كل ده وبيدلعوك. امال كنت نطل كنت عملت ايه؟ واحده بواحده. تعرف انا بحبك عشان دمك خفيف. بالاذن. مع السلامه. انا ضرب. انا خصصت لكم الصاله المغلقه علشان تدرب فيها الكابتن محروس. انا عاوزك تغلب حماده ده، ها، علشان بعد كده تتقابل مع علام بطل الصعيد. يلا. ايوه ايوه ايوه. يلا. ايه مالك؟ في ايه؟ على فكره الواد ده جامد قوي. ايوه بس على نفسه، ما انت كمان جامد. ايوه بس لازم اشوف له سكه الواد ده. ايوه بس الفلاحين مش من السهل تقيلهم طريقه يا راجل. دول هوب. بيتهيألك دول معبولين بميه الحنت. يعني ايه؟ مفيش غير طريقه واحده بس. عارفها. خلاص، ما دام عارفها نفذها. ما طبعا هنفذها. هنفذها وهكسبه وهجيبه على طول رقبته. حلو، وبكده يبقى ضمننا الفاينل. فاينل وبطل بحري وبطل قبلي وبطل اسكندرية، وان شاء الله بطولة الجمهورية كلها. يا سلام. ده انت عبيد. اه بس لو عندك شوية امكانيات. بس يا خسارة. ايه مالك في ايه؟ الله الله. ايه بتختار كد ولا ايه؟ الله. حبيبي يا اخوة، ده وقته. سرحان في ايه؟ لا لا لا، ده انا عايز انام. احسن برضه. عشان انا عشان بكره التمرين بتاع النادي ده. ماشي. وانت هتعمل ايه؟ انام برضه. اوعى تخبص. لا ازاي؟ او لا. Thank you.
فين؟ انت اللي رايح فين؟ انا غلطت في الدور ومش لاقي الاوضه بتاعتي. امال انت شايل نمر الاوض ولا ايه؟ هنمشي من غير نمر؟ انا عارف يا اخي ياخدونا مخالف. طب والحل يا فجور؟ هعمل ايه طيب؟ بقول لك ايه؟ يا مجور تيجي نسال هنا؟ طب اقعد انت استناني هنا وانا حاسك. راجل على رجلك، احنا الجوز مع بعضيتنا. انت حمار. يلا. تعالى. يلا. بس ايه؟ ايه؟ انشف. جامد. دي ناس محروس. كابتن سلامه بجوره، ما تيجوا تسهروا معايا. اوعى تصلوا، خليكم مكانك. ايه يا جماعه، مش عايزين تسهروا معايا ولا ايه؟ يا عم لا، مش عايزين نسهر، احنا ما بنسهرش. انتوا ولا انت؟ هدد. انا قلت احنا عندنا تمرين بكره. طب ما انا عندي تمرين بكره. قوم يا غنى. ما تيجي نسهر وتتحرق الماتشات. محروس. يا جدع تنيل كده، وانت هتعمل لي زي الالفه في فصل او مصر. بس سيبني بشرب شاي. طب انا حصر معاك وانا كمان. انما كويس كويس. ازيك يا كتفي انت؟ امال فين اسمه ايه اللي معاك؟ سوسو. كابتن سوسو مجوره بتسكر خاص. احترم نفسك. ولا والله انت اللي جبنا ورا. جاي لك يا حلو، جاي لك يا ليه؟ انا يعني مقصودش يا لارج. تقول لي يا كبير
خلاص اهدى يا كوتش اهدى، انت عندك رهان يا كبير. اهدى 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 يا سمول، قصدك ايه يا ميديا؟ والله قصدي يعني في منادر ولا ما فيش؟ منادر يعني ايه؟ بقى ما انتش عارف منادر يعني ايه؟ لا ما اعرف. منادر غريبة وانا بتكلم بالهندي. لك فكروا اما بتبى شاب. انت تقصد؟ لا ما اقصدش. لا تقصد؟ لا ما اقصدش. لا تقصد تقصد هقتلك. خلاص اقصد اقصد اقصد. يلا كتفا ولا بلاش؟ على ايه الطيب احسن؟ اني عبد الرحيم بيه كبير الرحمية قبلي، واللي معاي ميديا من الرحمية قبلي وصمول الرحمية قبلي. تشرفنا يا فندم. يلا بينا اوت، هنغادر الموقع. استنى يا لارج. قلت لك يا كبير. خلاص استهدى بالله يا كوتش. انت يا كبير الراجل ما يقصدش. لا يقصد. لا ما يقصدش. لا يقصد. لا ما يقصدش. هقتلك. قال لك ما يقصدش. خلاص هيقتلني يقصد. واي واحد معاش وانا كان اللي يقصد مع الكبير ولا ما يقصدش مع الكبير؟ طيب يلا كتف سلاح واحد تانيين الهدنة. متأسف يا اخ. غلط. قول ولا تقول. متأسف يا كبير ولا تقول متأسف يا اخ. متأسف يا اخ. متأسف يا كبير. متأسف يا كبير. وقول كمان متأسف يا ميديان. متأسف يا ميديم. شكرا. وكمان نوبة تقول متأسف يا سمول عشان خاطر الحبايب. متأسف يا سمول. لعلم سعادتك كل السايز موجود هنا ان شاء الله. عرفت بقى منادر يعني ايه؟ لا معرفتش. منادر دمع مندرة. أيوة. والمندرة هي الغرفة، والغرفة يعني الروم. أيوة. والجمع رومز. أيوة. رومز يعني احواش. حوش يا حواش. مالك ايه ليه؟ ايه محروس انت لسه نايم؟ مين بيكلمك؟ شوش يلا انا مستنياك في العربيه، متاخرش عليا. باي. حبيبي قصدي اللي كان حبيبي. ورايا يا غفري. تعالى يا خفيف الرحميه. قلت لك يا كبير. خلاص يا كوتش انت عندك رهان ماشي. هلون عقولي يا واد وزير، مش دي اكندا برضك؟ لا اوتيل. يا خبر طلع اوتيل، احنا كنا عايزين اكندا، هنضطر نرجع البلد تاني. اقول ايه؟ ترجع البلد دي يا عمدك افلا الشر. ابيض تغير الحريم منا. يا لارج. يلا يا ميديم. يلا يا سمول. يلا جهزوا لي حبل. ليه يا خبير؟ عايز اسحب فلوس من البنك. اخلص يا وراي. من وراك. ايه اللي عملته ده يا استاذ؟ ده انت مرشح لبطولة الجمهورية في الملاكمة. ها؟ انا مضطر ارفع الامر للاتحاد العام. اقول لهم ايه؟ اقول لهم بقى مسخة؟ أرجوز؟ مسخرة؟ وحياتك يا كابتن حفني. انا 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 ياما قلت له الحاجات دي قبل ما ننزل البلد. وطبعا ما اسمعش النصيحه، ما اسمعش الكلام يا اخي. ده انت معاك مدرب زي السكر. اخلاق ايه وادب ايه واحترام ايه؟ الراجل ده عمره لا شرب لا بيره ولا ويسكي ولا حتى كزوزه. يا كابتن هتسكت ولا اقول له؟ لا هسكت هسكت. خلاص خلاص خلاص. انتوا بتبطلوا تقولوا ايه؟ ولا حاجه. انا عايزك تسمع كلام الكابتن بجوره، تمشي وراه هتكسب. اتفضلوا. رايحين فين يا كباتن؟ هنتضرر طبعا. يلا بقى. مع الف سلامه. جيل مستعجل لكن له حق والله. البنت حته مارون جلاسيه، له حق الجلف ده. كابتن قبلي. مين؟ كابتن بحري. سدلع قلبي لما شافك انخلع. تعالي لي يا حبيبي تعالي. قمار يا حبيبي تعالي. طبور صمار. وقف يا كابتن حنتيره. في ناس هنا قاعده كتيره. خلي عندك دم. جهاز الانكار المبذر قال انك قاعد مع الحريم. خلي بالك انا عارف كل حاجه. ايوه ايوه. خف تعوم. مش هخف ولا عوب. خف. مش هخف ولا عيان. اقول لك عوب. مش هعوب. انفس احترم روحك. خفت عوب. مش هخف ولا عوب. ها يا جماعه مش كده؟
بشجع الشباب والرياضة. دمك خفيف. أشوفك فين؟ في الاستاد. الاستاد؟ طرد برا. أحفاد برا. أحفاد ليه؟ هاتوا لي حكام أجانب من إيطاليا. وسع وسع وسع. أنت أخويا ده إنذار أخير. أنا مش قلت لك قبل كده قدام الردالة اللي واقفة دي مالكش دعوة ولا بالسهر ولا بالحريم ولا بالشرب؟ ولا بالشرب؟ عايز أموت من العطش. يا جماعة مش كده مش كده. أمال أباي أمال إزاي؟ كده أموت أنا في كده بقى كده. التمرين 104 عارفة ولا مش عارفة؟ تلف في اسكندرية كلها 4 مرات قبل الأكل وبعدها. فوت قدامي يا لارجي. أيوه اتضح إنك مش لارجي. مال اتضح اني ايه؟ اخس الارش. اخس الارش اخس عليك. ليه؟ طول عمري بعاملك علي انك مجم بقيت سمول في نظري. يلا ورايا كوتش. فوت قدامي. روحلك ها 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 ها. اكده الملعب فضيل. اقول ايه؟ اللاين زمان. نعم يا كبير. ترفع الرايات وتجهزوا. حاضر يا كبير. بس الجمهور اخاف من الطوب يا كبير. اخاف من الزلط يا كبير. ما تخافوش ما هيحدفوش طوب ولا زلط. الحمد لله هيحدفوا دبش. كده طمنتنا يا كبير. يا كبير يا كبير. اهديه الاستاد فضيلنا. اصلاني احب العب لوحدي انا وانت وبس يا وحشتنا. اللعيب الجديد ده الناس الموجورة. لا مش انت. هو مين اللعيب اللي بيلعب ده؟ ده كابتن محروس الهنداوي. كابتن محروس الهنداوي من كفر الهنادوة. هنادوة؟ ده قريب باتشان بقى. هو ده بقى اللي هيصافي مع كابتن حمادة. مين حمادة؟ ايه ده، في حد ما يعرفش كابتن محمد الاسمر؟ انا معرفوش. طب وانت تطلع مين؟ انا الكويتش بتاعه. الكويتش؟ اللي بدربه. اللي بتضربه. بدربه. بتدربه. طب قول بقى للعيب بتاعك يخلي باله يا احسن، ده الكابتن حماده جامد قوي. لا ما تخافيش، اللعيب بتاعي شديد قوي، كل يوم بفطره كيلو زلط. زلط؟ والنعم. الله ده جنتي خالص. لا ابوس ايدك. بلاش حكايه جنتي دي، عايزه تديني على قفايا اديني والنبي. لا 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 هو جنتي خالص. لا بلاش، هو خليكي مع المجوره بتاعه. المجوره بتاعه؟ لا بس هو عاجبني قوي. Thank you.
يا ميديم في الميديم ترين يا نسيه. لقيت البحر هايج قلت هديه. بقى انت اللي هتهديه. بحب اثنين سوا هنايا بحبهم. خرب بيت وقعتك السودة دون. لا لا دون المية والهواء. ايوه علي. ايوه حبيبي الموجة هتجري ورا الموجة عايز تطولها. احلام عاد. بسلوك والريح تلسيك والبحر تاني. يس جحش منك لو انت هتبحر ولا هتقبل يا ادم. بقول لك ايه انت ناسي. انا جاي اتعلم الغطس. ناسي اللي حصل لعوضين ولد اخوي. ايوه دي بطل. بطل ازاي؟ مش انا رحت معاه البحر عشان نغطس. انا نزلت قبله قعدت 5 دقايق يا دوره نطع الميه غطس 5 دقايق 10 دقايق بقول له برافع عظيم اطلع ما طلعش. ايوه اسبوعين اطلع ما رضيش يطلع. ايوه سنتين ما رضيش يطلع. بطل طول عمره بطل. ليه؟ نفسه طويل وشديد قاعد يحدد الوكيل ما عايز يطلع اخوي رادل. انما انت ايه اللي عامله بجزمتك ده؟ مش لابسها ليه؟ البسها كيف يعني؟ انت ناسي ان احنا في محطة الرمل. ايه؟ محطة الرمل يا حدك مش فوطة. ليه؟ عايز اخد حمام شمس. انا لازم اكسب الرهان يا شوشو. وانا نصيبي ايه؟ عيب احنا اتفقنا نصيبك محفوظ. لا يا حبيبي انا عايزاه مضمون مش محفوظ. 100% اوعى يكون زي فراخ الجمعية. واكتر بقولك ايه؟ ها؟ انا عايز الواد ده ما يتمرنش عشان اجي من الماتش واخلص عليه. اطمن يا حبيبي اللي يقع تحت ايدي ما ينفعش في حاجه ابدا بعد كده. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ زي اهرام بالظبط. هو ده خسر التمرين. البطوله كده هتروح مني. اطمن البطوله في جيبك. عيب ده انا شوشو. لو راحت البطوله مش عارف شوشو دي هصرفها منين. هتصرفها من البنك يا حبيبي لان شوشو مضمونه عن اي بنك. عزمك النهاردة. ايوة بس. في الليلة الحمراء اللي هنقضيها النهاردة. هي دي الليلة الحمراء يا ميديم. ايوة. مش احسن من جوز امك؟ مالك؟
احلى ست شفتها في حياتي. انت ما شفت الستات قبل كده ولا ايه؟ ازاي بقى شفت؟ فين؟ في البنات. بس؟ وده يعني قليل يا سميورة. ده انت حكاية يعني. انا برضه اللي حكاية. صلى على النبي يا حلوة. بعدين معاك. بعدين معاك. تعالي تقعد انت. تعالي بقى. لا تيجي نروح المطبخ. تعال. بتدور على مين يا كابتن سلام؟ بدور عليه. على محروس طبعا. اه شفتيه؟ ايوه شفته. راح فين؟ لسه راكب العربيه دلوقتي. عربيه مع مين؟ مع شوشو. طبعا شو الرادار اصطادني مع اني كنت ماشي على مهلي. انت فاكر انك لما تمشي على مهلك مش هينقطك؟ هو هيصطاد اللي هيمشي على حل شعره. ما انت عارف جهاز الانكار المبذر. على فين؟ على الطريق. دي سلوكيات. ودي مواجهه. خمسه لصحتك، ابعد عنا. حياتي هتضيع فيها شعاع. هي كلمة. طول ما تدي جفاك للحريم تكسب الماتش وتطلع سليم. بس ده وقت ترفيه يا ابوي. لا يا اخوي لا، بقالي سايب كرسي العمودية وممكن ارجع ملقاش الكرسي ولا حتى شلته عشان نشرف الصعايدة. قوم تعمل كده. ماني هشرف الصعايدة يا اخوي. انت ناس ان انا جاي من رحيمية لحد اسكندرية جري في نفس واحد وما عرفتش. وانت ناسي اني جاي من الصعيد من الرحيمية لحد اسكندرية من غير معك. ايه ما انت كنت قاعد في القطر في التكييف. ما كانش فيه تكييف. امال كان ايه؟ الكونديشن. وانت ناسي كمان انني اصرف عليكم بدلات سفر وغيره بالدولارز واتنين بغال عديهم بدلات السفر بالاسترليني. استرليني ولا تغديني يا كبير. حتى الكوتش مفتري السمور عديله بدلات سفر على كده بالين. يا كبير. ايوه. انا دلوقت باقيلي 200 ين. سي بايرن. اكده طب ها انذار اخير قدام الرداله اللي واقفه كلها. هتنزل دلوقتي تعوم من اسكندريه لحد اليونان ولا تتبلش. ازاي؟ العزل في بطن امه. ما تخافش انا هعوم لحد البراميل وردا. يا لحد البراميل. يا يا خبر. بس ما تعوجش. اه هغير هدومي واشوف مين. هو فين؟ هو مين؟ النبي اختك محروس فين؟ وايه اللي هجيب محروس هنا بس؟ ورهوني ماليش دعوه هخش افتش. تفتش ايه؟ هو كده عفن؟ اوعى كده. ورهوني. خش فتش. ماشي. هو فين؟ هو فين؟ قلتلك مش هنا. بتدور على ايه بقى؟ لا هو هنا. انا ما تستخرضنيش. مش هنا عدوي. هو فين؟ مين ايه في ايه؟ انا هجيب محروس هنا بس. انت عندك مخبرين في الوضع؟ لا والنعمه في مخبرين. قالوا لي انه هنا والناس شافوه طالع هنا. ايه اللي هيجيب؟ اي ياما 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 ياما. هو فين؟ قولي لي فين هو؟ تاني هو فين؟ هو محروس. ايه اللي هيجيب؟ يا عدوي. امال ايه الحكايه؟ امال انت بتطيش ان انا واخده ده منين؟ منين؟ استنى طب هدور. انت اللي بتضربي؟ انت اللي بتضربي؟ اه بضربك. ما تضربيش تاني. لا تستني. يا اخي كلمه هتجيب. انا وين يا اخوانا؟ في ايه؟ فهموني. انت مستنيه حد؟ لا مش مستنيه حد. امال مين اللي بيضرب الكرز ده؟ مش عارفه. انت مش محروس؟ ايه اللي هيجيبه هنا؟ خفيف خفيف. النبي العسل ده ريشه تقيله.
دلوقتي شوشو بقت سيئه يا فوفو؟ ايه ده؟ ايه دكان؟ سيبيها، انا عايزها صاله مفتوحه كده يا شوشو. شوشو ده انت بتضيعي روكي ورامبو وسيلفستر استنوني وارنولد شوارزي فينجرين برينجرين. شوشو حبك يا شوشو. يا مامي ايه مالك؟ هو فين؟ هو فين بقى؟ ما تتعبينيش يا شوشو، قطعت نفسي. في ايه بس يا فوفو؟ انا عاوز اعرف هو فين بالظبط. ومين يا اخي؟ استني بقى، استني، مش انا اللي اتعامل معاه الحاجات دي. انا عاوز يا مامي. استني استني، علشان انا الدنيا اتلمت في وش اهلي دلوقتي. فين يا شوشو؟ فين يا شوشو المخبرين اللي هو ايه؟ لا مش على قفايا، وعزه جلاله الله ما تطرد على قفايا ابدا، ولا قرعتي لا القرعه ولا يا مرا. استنوا كبسه، اجري يا شوشو. منك ليه؟ اختشينا يا كبير. ما ماتوش ليه؟ مات ليه يا كبير؟ مش هيقولوا اللي اختشوا ماتوا؟ حاضر يا كبير. طن لارج. ايوه يا ميديا. قول له يا كبير. يا كبير. ايوه يا ميديا. شايف الفلاحين هيصين ازاي؟ يا بختهم هم هيصين واحنا ميصين. هقتلك. ميصين ميصين. انت عارف المايص ده يبقى مين؟ ايوه عارفه. السبتن كلامه. مش هو. لا هو. مش هو. هو. مش هو. هو. هرسلك. خلاص هو. عرفت ازاي يا كبير؟ مش هتقول السبتن كلامه؟ ايوه. هو اسمه الكابتن سلامه. فعلا لارج. كبير، واللي ملوش لارج يشتري له لارج. الجلجاس احب عليها. العفو. احب عليها. العفو. عليها الطلاق اللي احب عليها. العفو. اقتلك. ما تحب يا اخوي. غط الباتون شاليه دي عيب. ده كلام فارغ، ما يصحش يا كابتن يحصل منك الحركات السخيفه اللي عملتها دي. اعذرنا يا كابتن سلامه، انا هضطر ارفع الامر للاتحاد العام. انتوا مفكرين ايه؟ الرياضه سلوك، انضباط، اخلاق، سيطره على النفس. ولا كلمه ولا حركه. انا اعطيتك فرصه ومش هديك الفرصه الثانيه ابدا. معلش يا كابتن حفني، اديله نكال ثاني، قصدي فرصه ثانيه. يعني لو فرصه ثانيه ايه؟ انت ما انتش قائد، ده انت ما حصلتش الصبي. اديني فرصه تانية وبعد كده لو عملت اي حاجه بتصرف حضرتك. يا ابني انا خايف عليه، بلاش موضوع الستات ده. خلي بالك من شوشو، بلاش شوشو. ولا شوشو ولا نظيره ولا فلان ولا علان، انا همشي على الطريق المستقيم. ايه واحد الكبير وصل يا ولد. الكبير وصل. تفضل يا كبير. شكرا يا كتير. سلم سلم يا كبير يا كبير يا كبير. هو ايه اللي احنا الفرح؟ هو في ايه يا اخوان؟ سلم سلم يا كبير يا كبير. بس يا ابني منك، ايه الحكايه؟ هتقطونا على الصبح ولا ايه؟ انتوا مين؟ سلم سلم يا كبير يا كبير يا كبير. هاتوا لي جاونتي او عجموه، عشان انتوا عارفين الجو مليان ميكروباص اليومين دول. اعرفك بنفسي، انا علام بطل الصعيد في الملاكمه. وانا الكوتش مفتري. وانا راجل 60 عبد الرحيم. انا محروس الهنداوي بطل راجل البحر والابل واسكندريه في الملاكمه. وانا مبوره
المدرب بتاعه والكوتش بتاعه. كوتش؟ طب يلا اتفضلوا انتوا مع الف سلامة. يلا. فوتناك بالعقل. مع الف سلامة. مع السلامة. مش فاهم دول جايين لمنين. محروس اخر مرة هسامحك فيها. فاهم؟ اتفضل انت. اسمك ايه؟ أني علام عبد الرحيم الكبير الشهير بميديان. وانا شوشو. نعم شوشو. شوشو يعني ايه؟ يعني شوشو انا. شوشو انا؟ العواف عليك. ايه شوشو دي؟ ايه شوشو؟ ايه شوشو دي يعني؟ يعني شوشو يعني شوشو. والله امال ايه؟ انا افتكرتها شوشو. امال شوشة؟ شوشو يعني شوشو بشويشو. انا عزمك الليله دي. بتشتغل ايه؟ ايه هتقولها تشتغل ايه هاد؟ ايوه ست زي القمر يعني هتقولها تشتغل ايه؟ تشتغل ايه يعني؟ ايه نجاش ولا صار ميكانيكي؟ تشتغل ست يا فكيه. والله امال ايه عزماني فين؟ انا عزمك في النايت كلاب. طبعا اكيد عارف النايت كلاب. ايوه ايوه. طب واني انت ايه؟ انت ستيبن. يعني ايه السيف؟ فكر يا كبير يا كبير يا كبير. والنبي لا تفكر يا كبير يا كبير يا كبير. فرقة الجاز بتاعتنا دي. جاز. ايوه امال ايه؟ ما تتأخرش عليا. باي باي. ايوه امال حسبناكي. مش انت. يا كابتن بتفكر في ايه يا كابتن؟ بفكر في الاثنين. مين بيحبني فيهم؟ هما مين دول؟ الاثنين. هما مين يعني؟ شوشو ومنى. بأمارة ايه؟ ما تديني أمارة. أمارة علشان ايه يعني؟ عشان يحبوني؟ اه. بأمارة انا محروس الهنداوي بطل مصر في وزن خفيف. انت لسه مشروع بطل. اكيد شوشو هي اللي بتحبني حب جامد قوي. يا ابني لا شوشو ولا امينه ولا زينب. خليك في التدريب. ما شفتش امبارح الكابتن حنفي عمل فينا ايه؟ لك حق. بالليل نروح نتدرب. سيبني بقى اروح انام شويه. هتنام؟ اه. مين بتحبني؟ شوشو منى. شوشو. Thank you.
فاضي ما وراكش حاجة؟ لا فاضي؟ لا ورايا مدرجات. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ ايه؟ عاوز ايه يا ابني؟ ايه عاوز ايه؟ عايز مني ايه؟ اتفضل وريني عرض كتافك. ايه خد شوف عرض انت إيه ترزي. ترزي ايه ودي كتافك دي عايزة ترزي؟ عايزة امجد. لغاية دلوقتي انا محافظ على شعورك، ما تخلينيش اعملها معاك. حافظ على شعوري ايه؟ كنت حافظ على شعورك انت. انت عاوز ايه مني بالظبط بقى؟ ايه؟ عاوز مني ايه؟ اوعى تستهتر بيا يا كبير. ايه؟ انا بطل ابطال العالم في وزن الريشة. يا سلام، اذا كنت انت بطل ابطال العالم في وزن الريشة، انا بطل ابطال العالم في وزن الديك الرومي. ديك رومي ايه ده؟ انت ما حصلتش الجبنة الرومي. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ اوعى تستهتر بيا وتفكر ان انا اي كلام. انا خلصت كل الميداليات الذهبيه اللي في العالم، منها دخلت على الفضيه وبعدها على البرونزيه، وبعون الله داخل فورا على الفسفوريه. ابعد عني علشان ما اعملهاش معاك. اعصابك اعصابك شويه اعصابك يا راجل. عاوز انت كبير. راجل يعني راجل محترم ومش اي كلام. الله يخليك. طبعا انت فاكر روحك اي كلام. الله يخليك. لا هناك فرق. الله يخليك يا ابني. امال ايه دلوقتي عاوز مني يا كبير؟ علشان انا مش فاضي ورايا لسه ضربه. عايزك تاخد بالك من الواد علام، عاوزه احسن ملاكم، عاوزه يحصل على الجائزه الكبرى. عشان خاطرك انت بس، مش عايزك تحمل اي هم. اتكعور اتكسر ما ياخدش بطولات. قول لي يا كبير، وما قالكش راح فين؟ ما قاليش يا كبير. وبعدين يا علام يا اخوي، مش عوايده اتاخرك ده؟ مش عوايدك؟ قول لي مين غير عوايدك؟ طب تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ اتصرف يا كبير، اتصرف يا كبير. يو ماشي، بس اصل الوكيت هو ده في اسكندريه. طب احنا هنلف عليه هنجيبه منين؟ تعمل ايه يا كبير؟ تعمل ايه يا كبير؟ تعمل ايه يا كبير؟ تعمل ايه يا كبير؟ مين اللي شبهك ده يا كبير؟ مين اللي شبهك ده يا كبير؟ ما تاخدش في بالك. فكر يا كبير، فكر يا كبير. قول لي ايوه يا كبير. تفتكر يعني علام هيسلك؟ اصل علام ناقص علام، والغريب برا داره اعمى حتى لو كان بصير. اقول لك ايه، تفتكر مين اللي خطفوه؟ المافيا ولا الاولويه الحمراء؟ ولا وليه تقدر تخطفه. وليه كتير. وانت مالك بتعمل كده ايه؟ ما افكر يا كبير. وانا راح افكر يا كبير. وانتوا لما الاثنين تفكروا انا بعمل ايه؟ بعمل ايه هني؟ فكر يا كبير. فكر يا كبير. وانا سوف افكر يا كبير. وانا حار. فكر يا كبير. انت حار، لكن تفكر كيف؟ انت هتفكر حار. ده انت عالم ما تفكر يكون علام عجز. هلاقيه في دار المسنين. علام خوي ولد امي وابوي. على فين يا كابتن؟ امسك اعصابك. انا بقاش في اعصاب. خليك متماسك امال. متماسك ايه؟ قاعد بترقص مع واحد غير تقول متماسك؟ اوعى كده سيبني. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ اتطرق يا اخي، وريني عرض كتافك. ايوه بتقول لك وريني عرض كتافك. باي بالك انت. ايه ده؟ انا خيره بقى. انا خيره. ما يصحش هيك. يلا بص انا عرض. استنى لحظه. انت اللي اسمعني. انت اللي اسمعني. خوي لحقني. خويا يا راجل، انت خليت فيها اخوي ولا ابوي؟ عيب عليك، ما يصحش تتعارك مع اخوك مع بطل زيك. ايوه بس هو اللي ابتدى الاول. مفيش حاجه اسمها هو اللي ابتدى الاول. عيب. ده انتوا مهما كانوا ولاد الارض. ايوه انتوا الاثنين فلاحين، صعايده وفلاحين، برضه فلاحين، هتفلحوا الارض. لازم تتحدوا ضد الشيطان. فوقوا لروحكم، فكروا كويس واعرفوا بتعملوا ايه. عيب عليكم، ده انتوا ولاد مصر. طيب يا شيخ.
سقفوا له عشان يخلص النمر. أنا متغاظ منك، شكلك بينرفزني. بقى الكابتن محروس يعمل في نفسه كده. بحبها يا كابتن، بحبها. بحبها ايه؟ اسمع كلام، انا ده نوع ما بيعرفش الحب. انا اكبر منك بيوم، اعرف عنك ب 24 سنة. طب قول لي اعمل ايه؟ راح فين؟ عرفانة. عرفانة منين؟ هيكون منين يعني؟ منك. ليه؟ لو كنت عملت لك حاجة؟ يا بجحتك يا أخي. على أم مش هخليك تهربي مني تاني. ليه بقى يا روح أمك؟ تشتريني؟ أمال عايزة تطبطب عليك؟ إيه ده؟ إيه مجنون؟ ان شاء الله خير. وهيجي الخير منين يا كابتن؟ يابا 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 يابا، ومين اللي عمل كده في الكابتن علام؟ مفيش غيرها. ايوه الرقاصه اللي اسمها شوشو. ايوه. بقول لك يا كابتن، انت فيك الطمع، اوعى تحاول معاك كده ولا كده. لا ما حاولت، بس مؤاخذه بقى مع مين ده؟ انا الكوتش مفتري. وبعدين هنعمل ايه في الكابتن؟ تعرف مفيش غيرها. مين؟ الكبير. مين الكبير؟ باه عبد الرحيم بيه، وعر قوي جامد قوي، بيفهم جامد قوي. انتوا عندكم حد بيفهم؟ اوعى تقول كتير يقتلك. يوضع سره في اجهل خلقه. يلا بينا. يلا يابا. انا في بيه، انا في بيه يا ابو كسير. عايز ايه يا كبير؟ عايز مني ايه؟ ما تحلوا عن نفوخي بقى، خدمت اخوك قضيه خدمه عمره. ايه ده؟ امشي بقى، ما تخلينيش افقد شعوري. يا خلاص ولا بلاش تفقد شعورك، انت ناقص فقدان، انت فاقده كله. مش مجنني حاجه غير الشوشه اللي انت عاملها دي؟ انت بتغزني يا كبير. ايه البكله اللي انت عاملها دي؟ بكله بكله اعلمك تعملها كيف. امتى يجي بكله ده يا كبير؟ امتى؟ لما يجي علام. ما خلاص، ده انا خدمت علام في خدمه عمره، طلعته من القضيه زي الشعره من الطحينه. اسمه من عجينه. انتوا صعايده تقولوا عجينه. المفروض اللاعب يحافظ على صحته، لا يسهر ولا يشرب مشروبات روحيه ولا يلو دعوه بالستات ولا يعرف ستات. انا عملت اللي عليا، انما الاتحاد قرر يوقفه سنه. يا خبر، هيوقف الراجل طول السنه، لا يقعد ولا ينام ولا ياكل ولا يشرب. خلاص ما تعملها، هشدهم لك نار اخر. اللي ما يشربش مشروبات روحيه امال يشرب مشروبات ذكيه. خلاص. Thank you.
هي لا اعترت. احتمال خسارة. أيظن هي؟ اقعد يا كبير تشكر يا صغير. كتفان سلاح. ايوه هي كنت هقولها. ده الكبير. ومات. ده بيفكر. في يا اخوانا. ده يعرف كل حاجة. ونعمة. طب تعرف ايه يا كبير؟ عرفش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيك اقدر اقول لك كل اسرارك. مش قلت لك يعرف كل حاجه؟ والعمل يا كبير؟ العمل العبد في التفكير والرب في التدبير. دي اخوي. اخوي ولد امي وابوي. دي برضه اخوي ولد امي وابوي. مالك يا كبير؟ سيبوني افكر وافكر وافكر. فكر يا كبير. فكر يا كبير. فكر يا كبير. فكر يا كبير. لا 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 زلت افكر وافكر. فكر يا كبير. فكر يا كبير. فكر يا كبير. فكر يا كبير. بحاجة يا كابتن. كابتن هنا توقف الكبير عن التفكير وعرف السر اللي في البير. سر يا كابتن؟ هقول لك. كتفن سلاح. واحد تاني انا لهبة. اتفضل. لسه ما لقيتهاش يا كابتن. اني هجيبها. كيف كيف؟ في حد يقول للكبير كيف؟ كيف يا راجل؟ امال سموني الكبير كيف؟ مؤاخذه يا كابتن اللي ما اعرفك قالك. انا هقول لكم على الخطه. بس بشرط تنفذوها بحوافرها.
يمكن؟ ايه الصدفه السعيده دي؟ حماده سبت الرهان يا حماده، توقعت لك البطوله. اعترفتي بالاسمر؟ طبعا اعترفت بيه. على فين؟ ما تيجي. اكيد طبعا، اشرب معاك كاس النصر. يلا الله بيه. يلا يا حبيبي. ما تقوليليش دلوقتي. استنى بس يا حماده، ما تحكيلي انت ازاي تخلصي من الواد اللي اسمه علام ده؟ علام الصعيدي؟ علام الصعيدي ولسه الواد الفلاح، مش معجباني بيهم يا اختي. انا برضو يا عبيد، ده انا كنت بغيظك بيهم. بتغيظيني؟ انا هضيع اي حد يبص لي غيري انا. معقوله برضو انا ابص للواد دوت واسيب بطل الابطال؟ حماده الصعيدي سنة. أيوه. يبقى الدور على مين؟ على محروس. حلو أوي. أنا بقى بعت له شوشو سنارة توقعه تروقه، هقوم أكسب أنا. يا ابني الإيه؟ ده أنت باين عليك جامد أوي. لكن شيرة مش موجودة، هنجيبها منين؟ أنا هجيبها، أنا هجيبها بس اقلعي الأول. هتجيبها منين بس؟ أنا هجيبها لك. بس اقلعي الحياة. يعني انت عارف مكانها؟ عارف. فين فين فين؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ في صوت بره. استنى استنى بس، رايح فين؟ جايلك. بعدين انا لازم اكسب الرهان الاول. ايوه، ما انا كنت عايزك تكسب الرهان. انا هقلع الشاي عشان نقعد بنتكلم. هنقعد وهنكسب. ايه في ايه؟ هكسب الرهان بس بعدين. يلا حماده. انا حرانه، خلينا شويه. هيحصل بس مش دلوقتي يا جميل. Thank you.
غيرت اليونيفورم. فكر فكر يا كبير يا كبير يا كبير فكر فكر يا كبير يا كبير يا كبير لا لا يا كبير لا 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 زلت أفكر وأفكر فكر فكر يا كبير يا كبير يا كبير برنامج الفن الشعبي يلا حصلوني على الإذاعة على على الكافيه شوب عايز اقابل الناس ناس كتير الناس كافيه طب يلا فكر يا كبير يا حبيبي يبقى خطتنا 100% واقضي على الواد الفلاح واخلص عليه وتاخد البطولة؟ واخد البطولة ما تنساش فضل شوشو وما شوف بقى يا اخويا لما تاخد البطولة هتعمل ايه؟ ده انا هعمل حاجات كتير قوي صحيح حمادة؟ طبعا هتعمل ايه؟ هديلك الكاس يا حياتي والميداليات؟ والميداليات يا حبيبي يا حمادة بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تنسيش بكره هتيجي النادي وتتفرج باي باي يا حماد باي اتفضلي معانا على الاسم اسمي ايه انا فنانه ماليش دعوه باي حاجه برضه اتفضلي معانا سيبوني وانا اقول لكم مين اللي عمل كل ده هتقولي ايه هقول لكم كل حاجه الكلام ده هتقوليه في الاسم والله وقت يا شوشو اتفضلي يا حلو اوعى كده اوعى كده اتفضلي يا